هي الدعاء حمص فرح والمخرج سنون صور. العناوين: هدوء صباحي بعد ليل من المواجهات وقطع الطرق من الشمال الى صيدا مرورا بالبقاع وبيروت. يا عيب الشوم لهيدا المطرح اللي نحن الشعب اللبناني صرنا غربة ببلدنا. قفزات الدولار من دون ضوابط ودولار 3900 ليرة للمحروقات يجمد تسليم المشتقات النفطية. الحريري يلتقي إردوغان وإنعاش التهدئة بين أمل والتيار بعد انفلاتها وترتيب البيت الدرزي. رفع الغطاء عن كل من يخل بأمن الجبل واستقراره. رئيس الكتائب يدعو المنظومة إلى الاستقالة، لن ننتظر الانتخابات، ذهابكم أصبح شرط بقائنا. ثلاث لوائح في انتخابات نقابة المهندسين وتحالف النقابة تنتفض وجبهة المعارضة اللبنانية في مواجهة أحزاب السلطة. اغتيال رجل حزب الله الأول في منطقة درعا. بين حدي الفوضى والفلتان الأمني نقلت الرياح العاتية للانهيار المشهد اللبناني ووضعته على تخوم الانفجار الكبير، فبدا متشابها من طرابلس إلى صيدا والبقاع مرورا ببيروت، مؤثراته آتية من عصف الدولار الذي بلغ مشارف 20,000 ليرة من سرقة السلطة المنمقة لأموال المودعين تحت ستار تأمين الدعم للمحروقات والكهرباء والبطاقة التمويلية وعدم القدرة على تأمين الغذاء والخبز والدواء، وهي مواد إما مفقودة أو طالها الغلاء الفاحش من فساد سلطة. الحديث عن الحكومة سيبقى بصيغة الغائب. الرئيس المكلف سعد الحريري ظهر في تركيا وأفرقاء السلطة يرممون تصدعات العلاقات وتندرج خطوتان في هذا السياق: عدم نجاح مفاعيل التهدئة التي بذلها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بين حليفيه التيار وأمل بعد جولة التراشق العنيفة أمس وتبادل الاتهامات بالفساد، والاجتماع الدرزي الثلاثي الذي ركز على أهمية الاستقرار في الجبل ومنع استعمال السلاح. سلطة أكثر ما تسعى إليه هو شراء الوقت وإطالة البقاء، فيما المطلوب يلخصه رئيس الكتائب بدعوة المنظومة كلها إلى الاستقالة. سريعا لامس الدولار الأمريكي عتبة 18,000 ليرة وأصبح على تخوم 20,000 ليرة مبددا بسرعة مفاعيل الإجراءات التي اتخذتها السلطة لدعم المحروقات وإقرار البطاقة التمويلية، ومدخلا البلد في فوضى نقدية وفلتان أسعار. الأسواق تفاعلت إما بالإقفال كما جرى في العديد من المناطق، وإما بمباشرة اعتماد تسعير المواد على مستوى 20,000 ليرة للدولار احتياطا. في بيروت قطع محتجون طريق المدينة الرياضية والكولا بالإطارات المشتعلة أكثر من مرة، وعمل الجيش على فتحها وحصل صدام مع الجيش في ساحة الشهداء. وطال قطع الطرق منطقة الروش والجناح والسفارة الكويتية بالإطارات المشتعلة، وأقدم محتجون على قطع المسلك الغربي لأوتوستراد الدولة في اتجاه بيروت وتدخل الجيش وأعاد فتحها. وتجمع عدد من المحتجين ليلا أمام منزل وزير الاقتصاد راؤول نعمي. تعرف انه انت فيك تقدم خطة اقتصادية ولا ما بتعرف؟ تعرف انه في عالم منها قادرة بقى تشتري دواء لانه ما في دواء، حتى انه هي معها مصاري ما عم تقدر تشتري شيء. يا عيب الشوم لهيدا المطرح اللي نحن الشعب اللبناني صرنا غربة ببلدنا. في طرابلس ليل من المواجهات تفاصيله مع روع الرفاعي.
عاد الهدوء ليخيم ليلا على مدينة طرابلس بعدما كانت شوارعها قد شهدت فترة ما بعد الظهر أمس مواجهات عنيفة بين عدد كبير من المحتجين والجيش اللبناني على خلفية اتخاذ القرار بإقفال المحلات التجارية ومحلات الصرافة والمطاعم. فما كان من أحد المطاعم في منطقة الجميزات إلا أن رفض الإقفال، وقام أحد الموظفين المعنيين بحفظ الأمن بإطلاق النار باتجاه المحتجين فسقط 3 جرحى تم نقلهم بواسطة الصليب الأحمر إلى مستشفيات المدينة. بعدها بدأت المواجهات مع الجيش الذي أطلق القنابل المسيلة للدموع بهدف تفريقهم، فانتقلوا أمام مصرف لبنان في منطقة البولفار وتمكنوا من خلع الباب الرئيسي والدخول إلى باحته، فحضرت قوة كبيرة من الجيش وعملت على إخراجهم، مما دفعهم للانتقال أمام سرايا طرابلس حيث ألقوا قنابل الملوتوف داخل باحتها لينتقلوا بعدها أمام منزل النائب محمد كبارة في منطقة المعرض، حيث وقع إشكال مع المرافقين الذين أكدوا أن إطلاق النار عليهم أتى من خارج المبنى، الأمر الذي اضطرهم الدفاع عن أنفسهم بإطلاق النار في الهواء ليتبين بعدها سقوط جريح تم نقله عبر الجمعية الطبية إلى المستشفى ووصفت حالته بمستقرة. بعدها انطلقت المواجهات أمام مكتب النائب كبارة في منطقة التل، حيث عمل المحتجون على رشقه بالحجارة وتكسير كاميرات المراقبة، إضافة إلى تكسير عدد من المحلات التجارية والأومتي في المنطقة. ليتدخل بعدها الجيش ويفرض طوقا أمنيا. المواجهات استمرت لغاية الساعة 8:10 بعد منتصف الليل، حيث تم إلقاء قنبلة يدوية باتجاه دورية تابعة للجيش، مما أدى إلى تضرر عدد من الآليات وسقوط عدد من الجرحى في صفوف الجيش الملاجئين بمهام حفظ الأمن، ونقلوا جميعا إلى مستشفيات طرابلس. يوم حافل بالمواجهات شهدته طرابلس جراء الاحتجاج على الارتفاع الجنوني في سعر الدولار والذي يؤدي للمزيد من الانهيار الاقتصادي. فهل ستستكمل التحركات اليوم؟ سؤال يمكن الإجابة عليه في الساعات المقبلة. من طرابلس روعة رفاعي، صوت لبنان. صيدا شهدت أيضا ليلا متوترا. المزيد من التفاصيل مع مندوبتنا رئيف الملاح. يخيم الهدوء على مدينة صيدا بعد تصاعد الاحتجاجات التي شهدتها المدينة بعد ظهر أمس واستمرت لساعات متقدمة من الليل، وتخللها اقتحام عدد من المؤسسات الرسمية وحصول تدافع بين المحتجين والقوى الأمنية. وفي تفاصيل ليلة الاحتجاجات التي أشعل شرارتها ارتفاع الدولار الجنوني وبلوغه عتبة 18,000، فقد أقدم عدد من الشبان المنتفضين على اقتحام مبنى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الكائن عند البوابة الفوقى والقريبة من ساحة الشهداء، وذلك احتجاجا على انقطاع المياه المستمر لصيدا وجوارها، مما استدعى تدخل القوى الأمنية التي عملت على إخراجهم من المكان. كما قام عدد من المحتجين بالدخول ليلا إلى الباحة الداخلية لفرع مصرف لبنان في صيدا بعد فتح بوابته الرئيسية، وقاموا برشق المبنى وبوابته الحديدية بالحجارة، وسرعان ما تصدت لهم القوى الأمنية ما أدى إلى سقوط جريح أثناء التدافع. وشهدت شوارع المدينة إقفال عدد من الطرقات الرئيسية والفرعية بحاويات النفايات المشتعلة والعوائق والسيارات، إلى أن الجيش عمل بعيد منتصف الليل على فتح جميع الطرقات التي تم قطعها ليلا. إلى ذلك شهدت ساحة الشهداء في المدينة توترا أمنيا بين شبان محتجين وعناصر من الجيش اللبناني بعد محاولة الجيش فتح الطريق التي أغلقها المحتجون استنكارا لارتفاع الدولار الجنوني وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حيث أسفر الإشكال عن سقوط 5 جرحى، مما استدعى تدخل النائب أسامة سعد الذي حضر إلى المكان متضامنا مع المحتجين. وللمرة الأولى منذ بدء الانتفاضة في 17 تشرين تجمع عدد كبير من المواطنين في وادي بعنقودين مساء أمس على طريق عام صيدا جزين شرق مدينة صيدا، وعملوا على قطعها بالإطارات والعوائق مانعين السيارات العابرة بالاتجاهين من متابعة سيرها قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويعمل على إعادة فتح الطريق. ومنذ الصباح الباكر يسير الجيش اللبناني دوريات له في مختلف شوارع مدينة صيدا للحفاظ على الأمن فيها. أما مدينة النبطية فقد أكفرت ليلا مجموعات شبابية من حركي النبطية وقف الرمان المدخل الشمالي لمدينة النبطية قرب تمثال الصباح بالسيارات والعوائق الحديدية احتجاجا على الارتفاع الجنوني للدولار. وتجمع المحتجون وسط الشارع وهم يطلقون هتافات تندد بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة. من الجنوب رئيف الملاح، صوت لبنان. جنوبا أيضا دعا تجمع أحرار جبل العامل إلى تجمع عند 9 من صباح اليوم عند مثلث عين المزراب السلطاني احتجاجا على تردي الأوضاع. في البقاع عمد محتجون إلى قطع الطريق الدولي في محلة شعة رسم الحدث، إضافة إلى قطع طرقات تعلبية سعد نايل، مفرق جديد تل عالي، بر الياس المرج، وساحة شتورة احتجاجا على الارتفاع العشوائي للدولار.
تسعير دولار المحروقات على 3900 ليرة للدولار زاد الطين بلة في أزمة المحروقات، وبانتظار صدور جدول تركيب أسعار جديد توقف تسليم المشتقات النفطية إلى الأسواق، وقررت محطات المحروقات إقفال أبوابها حتى الاثنين المقبل. وأكدت مصادر نفطية لصوت لبنان أن الوضع مقبل على أزمة كبيرة في البنزين والمازوت بشكل خاص، الذي بدأ ينفد من العديد من المستشفيات والمصانع ولدى أصحاب المولدات. الكبتاجون مرة جديدة على خط بيروت السعودية بعد الفاصل. ماذا بعد إطلاق النار على مبادرة بري؟ وهل ميقاتي مستعد لتحمل المسؤولية؟ وما هي مكونات رفع الدعم المطلوب؟ الجواب مع النائب أولى نحاس في كواليس الأحد 9:30 صباحا، وفي إعادة 9:30 مساء. إعداد وتقديم الدكتور شرب المارون عبر صوت لبنان. الجمود يسيطر على محاور تأليف الحكومة. أعلن مساء أمس أن الرئيس المكلف سعد الحريري التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجرت تداول في الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. في غضون ذلك اهتزت الهدنة الإعلامية بين التيار الوطني الحر وحركة أمل بعد تغريدة لاذعة من نائب التيار جورج عطلة هاجم فيها الرئيس نبيه بري، وتم الرد عليها بقصف تويتري عنيف من نائبي حركة أمل علي خريس وهاني قبيسي، لتعود الجبهات إلى الهدوء بعد بيان من اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر طلب من المناصرين وقف أي تراشق مع حركة أمل، وذلك إفساحا في المجال أمام السيد حسن نصر الله للنجاح في مسعاه الحكومي، ورغبة من التيار بتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن. وقد قابلت أمل بيان التيار بالمثل، وطلبت من مناصريها وقف كل أشكال السجالات مع أي طرف ولا سيما مع التيار الوطني الحر. تحت شعار ترتيب البيت الدرزي وتنظيم الاختلاف السياسي، عقد اجتماع في دارة خلدي بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديمقراطي طلال إرسلان، ورئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب. ويأتي اللقاء الدرزي في الذكرى السنوية الثانية لحادثة قبر شمون التي ذهب ضحيتها اثنان من مناصري إرسلان. وأكد المجتمعون في بيان تلاه الوزير السابق وئام وهاب على أهمية تشكيل الحكومة. إن الهم المعيشي الذي يعانيه اللبنانيون كافة وأبناء الجبل خاصة يتطلب أعلى مستويات الجهوزية والتحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الوضع وتجنب الكوارث والمآسي، والمدخل إلى ذلك تشكيل حكومة جديدة. أكد المجتمعون على إنهاء ذيول الأحداث الأليمة التي وقعت انطلاقا من الأعراف المعمول بها في طائفة الموحدين الدروز، ورفع الغطاء عن كل من يخل بأمن الجبل واستقراره، كما اتفقوا على مرجعية الجيش اللبناني والقوى الأمنية في حفظ السلم الأهلي. بالتزامن تعرضت لوحة تذكارية مثبتة في موقع اغتيال مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط في منطقة واقعة بين بلدتي دير دوريت وبعقلين لاعتداء. وأفاد شهود أن شخصا كان يستقل دراجة نارية يشتبه في أنه رش اللوحة بطلاء باللون الأحمر، وسرعان ما تمت معالجة الأمر وإزالة الطلاء والتشويه عن اللوحة قبل انعقاد اللقاء الدرزي. رئيس الكتائب سامي الجميل كتب عبر تويتر مغردا: انتوا ناطرين مرشد المنظومة يصالحكم، الدولار صار 17500، الحليب والدواء مفقودين، المحطات سكرت والمستشفيات على الطريق، لن ننتظر الانتخابات، ذهابكم أصبح شرط بقائنا، إلى رئيس وأعضاء المجلس استقيلوا، إلى الرئيس المكلف اعتذر، إلى رئيس الجمهورية استقيل، وإلى التغييريين السياديين قوتنا بوحدتنا.
الأجواء اللبنانية كانت مفتوحة لاشتباك دبلوماسي إيراني أمريكي على خلفية تلويح حزب الله باستيراد المحروقات من إيران، وردت السفارة الإيرانية على تصريح للسفيرة الأمريكية دوريثي شي اعتبرت فيه أن إيران تريد لبنان دولة تابعة تنفذ فيها أجندتها، وقالت في تغريدة أدرجت في خانة الرد السياسي وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت بغنى عن تفاهات السفيرة الأمريكية، لا ينبغي للسفيرة أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الإيراني واللبناني. وكانت المديرية العامة للنفط أكدت أنها لم تتسلم أي طلب إجازة من أي جهة رسمية كانت أو خاصة لاستيراد النفط من إيران. في هذا الوقت يبدأ رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية اليوم زيارة للبنان تستمر بضعة أيام على أن يلتقي المسؤولين اللبنانيين والفصائل الفلسطينية. أما على خط العلاقة بين السعودية ولبنان فالمخدرات الواصلة من لبنان إلى جدة أبقت المحاذير قائمة، فقد أعلنت السلطات السعودية عن إحباطها إحدى أكبر عمليات تهريب الحبوب المخدرة التي بلغت 14 مليون ونصف المليون من مادة الكريبتاغون مخبأة داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان إلى جدة، ما يزيد من التحديات في جهود لبنان لمكافحة المخدرات ويرسم صورة قاتمة. وأوضحت السلطات السعودية أنها ألقت القبض على سعودي في منطقة الرياض لثبوت مشاركته في عملية التهريب وأحالته إلى النيابة العامة. وأعلن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف اتخاذ بلاده إجراءات أمنية حازمة لمكافحة المخدرات وردع العصابات الإجرامية والمشاركة في الجهود الدولية لتجفيف منابعها والحد من مخاطرها. وإلى تغريدة الصباح. قال النائب المستقيل هنري حلو في تغريدة: من الواضح أن كمية المخدرات التي ضبطت في ميناء جدة السعودي ليست تهريب تاجر يهدف إلى كسب بعض المال، بل تهريب ذات بعد سياسي وأمني تهدف أيضا إلى زعزعة استقرار المملكة في إطار الصراع الإقليمي. تشهد نقابة المهندسين في بيروت انتخابات لاختيار 283 مندوبا، وذلك كخطوة أولى للمعركة الثانية التي حدد موعدها في 18 من تموز المقبل لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة العشرة. وتخوض النقابة تنتفض وجبهة المعارضة الوطنية الانتخابات معا في مواجهة أحزاب السلطة انطلاقا من مبادئ ثورة 17 تشرين لإغلاق أي أبواب من الممكن أن تتسلل منها السلطة لضرب وحدة قوى الاعتراض. وأعلن لاحقا عن لائحة أخرى تحت اسم المهندس أولا الثورة النقابية المستقلة. نفت وزارة الصحة في بيان أن تكون أصدرت أي بيان حول تسجيل أول إصابة بالمتحور الهندي لفيروس الكورونا الدلتا، وأكدت أن كل ما يتم تداوله في هذا المجال عار من الصحة. وتم تسجيل 126 إصابة جديدة بالكورونا وحالتي وفاة، وأعلن عن تخفيض سن المستهدفين باللقاح إلى ما دون 30. وفي إطار الحد من انتشار كورونا اتخذت إجراءات جديدة في مطار بيروت يبدأ تطبيقها الاثنين المقبل، وبموجبها سيتم حصر دخول قاعتي الوصول والمغادرة بالركاب والأجهزة الرسمية والموظفين. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية اغتيال طالت أبرز شخصيات حزب الله في ريف درعا الشرقي. وذكرت شبكات إعلامية للمعارضة السورية أن القتيل يدعى عارف الجهماني وأنه رجل حزب الله الأول في مدينة درعا السورية.
تعقد قمة ثلاثية اليوم في بغداد تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي، القمة التي ستناقش مشروع الشام الجديد بين مصر والأردن والعراق بما يشمله من تعاون في مجالات اقتصادية واستثمارية عدة، وصفت بأنها قمة استعادة الثقة بين العراق ومحيطه العربي. تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع العقوبات عن المرشد الأعلى الإيراني كجزء من المفاوضات التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي. ختام النشرة مع الأحوال الجوية. الجو مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة التي تتخطى المعدلات الموسمية لهذا الشهر. كان في هذه النشرة هدوء صباحي بعد ليل من المواجهات وقطع الطرق من الشمال إلى صيدا مرورا بالبقاع وبيروت. يا عيب الشوم لهيدا المطرح اللي نحن الشعب اللبناني صرنا غربة ببلدنا. قفزات الدولار من دون ضوابط ودولار 3900 ليرة للمحروقات يجمد تسليم المشتقات النفطية. الحريري يلتقي إردوغان وإنعاش التهدئة بين أمل والتيار بعد انفلاتها وترتيب البيت الدرزي. رفع الغطاء عن كل من يخل بأمن الجبل واستقراره. رئيس الكتائب يدعو المنظومة إلى الاستقالة، لن ننتظر الانتخابات، ذهابكم أصبح شرط بقائنا. ثلاث لوائح في انتخابات نقابة المهندسين وتحالف النقابة تنتفض وجبهة المعارضة اللبنانية في مواجهة أحزاب السلطة. اغتيال الرجل حزب الله الأول في منطقة درعا. بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت لبنان.